خلاص يا معتمد، مشكلتك اتحلت والحمد لله. احنا لقينا الشقة اللي لا العروسة ولا أهلها يقدروا يقولوا عليها لا. بارك الله فيك يا سيدنا، بارك الله فيك. سيدنا حسب الأمر، قال ما يصحش حاجة تعطل جواز معتمد أو تعطل مشاريعه تجاه المستقبل. يلا اتكل انت على الله واعتمد عليه، وخد العروسة وأهلها واتفرجوا على الشقة براحتكم. استأذن انا بقى عشان عندي درس، واخوك رشوان اهو اتكلم معاه وتعرف منه كل حاجة بالتفصيل. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في ظابط مباحث في الدرس. انت متأكد ان هو ظابط مباحث؟ انا عارفهم كويس. طيب كويس ان انت نبهتني، ان شاء الله هيسمع كل اللي يرضيه. انا عايز اعرف بقى ايه اللي حصل بالظبط. كل اللي اعرفه ان الشيخ شفيع اول لما عارف ان شقه البساتين لم تحظى باي قبول وان الجوازه في طريقها للبوظان اتكلم مع الشيخ عبد الله النجراني. الشيخ عبد الله النجراني السعوديه؟ ايوه. والشيخ عبد الله جزاه الله كل خير، امر لك بمنحه زواج تغطي كل التكاليف. كمل الاول ده رشوان. الحمد لله. الشقه دي فين بقى وكم اوضه؟